أعلنت وزارة الثقافة استمرار مهرجان العالمين الجديدة في تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تستضيف المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين الجديدة فرقتي الإسماعيلية للفنون الشعبية وأطفال الأنفوش للفنون الاستعراضية، وذلك ضمن مشاركة الوزارة في فعاليات المهرجان. وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص وزارة الثقافة على إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالفنون الشعبية الأصيلة وتسليط الضوء على التراث المصري العريق بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما يستعد جمهور المهرجان غدا لحضور عروض مميزة لفرقة أوبرا عربي والإسماعيلية للفنون الشعبية، وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته مشاركة فرق الفنون الشعبية في مشاركتها المستمرة طوال الأسبوع.